النهارده عندنا فقرات وموضوعات كتير، ولكن خلونا الاول نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح. ابرزها ان الحكومه استعرضت نشاطها الاسبوعي في انفوجراف. البابا توادروس الثاني، بابا الاسكندريه، بطريرك الكرازه المرقسيه صلى صلوات الجمعه العظيمه في الكاتدرائيه المرقسيه في العباسيه. معنا كمان ان وزاره الداخليه اعلنت عن زياره استثنائيه للنزلاء بمراكز الاصلاح، وده بمناسبه عيد القيامه المجيد، وكمان توفير ملابس العيد باسعار مخفضه، وده ضمن مبادره كلنا واحد. تفاصيل اكتر هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 8 ولحد 14 إبريل. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات، بالإضافة لاجتماعات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي والأنشطة اللي قام بيها مع البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية. امبارح صلى قداسة البابا توادروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشهدت الكاتدرائية حضور شعبي كبير وامتلأت جنباتها بالمصلين. شارك في الصلوات مجموعة من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية في القاهرة وكهنة كنائس الكاتدرائية. بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة للقاء ذويهم في مختلف المناسبات، تم منحهم زيارة استثنائية يوم الحد الموافق 16/4/2023. الزيارة مش هتتحسب ضمن الزيارات المقررة ليهم، وده بيجي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير كل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، واللي هتستمر لحد آخر شهر رمضان بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، وهي عيد القيامة وعيد الفطر المبارك، وده لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن نفس اللي موجودة في الأسواق بنسبة وصلت ل60% في المنافذ الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. وفي جولة في المحافظات المصرية معنا يمكن مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، واللي كان أبرزها افتتاح 4 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة بتصل ل 15,300,000 جنيه، وكمان تخصيص 7 منافذ لصرف ألبان الأطفال، وده خلال أجازة عيد الفطر في محافظة الفيوم. صحيح، ومعنا أيضا تفاصيل الكشف على 1400 حالة في 7 تخصصات طبية بقافلة طبية بمحافظة بني سويف. ومعنا أيضا أن مطار مرسى علم هيستقبل 30,000 سائح خلال أسبوع واحد على متن 140 رحلة، وأخبار تانية كتير من محافظات تانية متعددة هنتعرف عليها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها أن مديرية الأواف في محافظة البحيرة افتتحت 4 مساجد جديدة في مراكز دمنهور وحوش عيسى وبدر بتكلفة 15.3 مليون جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. مديرية الصحة في محافظة الفيوم أعلنت أنه تم تحديد 7 منافذ لصرف الألبان خلال أجازة عيد الفطر المبارك في المحافظة، وتم تحديد أماكن منافذ صرف الألبان يومياً في بندر ومركز الفيوم، وهيتم الصرف في المركز الطبي بالحدقة بجوار قسم أول الفيوم، أما في مركز الفيوم هيتوفر صرف الألبان في الوحدة الصحية بقرية العزب. نظمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف قافلة طبية في قرية سنور مركز بني سويف مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، هي البطنة والأطفال والجراحة للنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، وتم الكشف على 1400 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل 140 رحلة طيران سياحي على متنها حوالي 30,000 سائح من جنسيات مختلفة جاية من مطارات أوروبية، وده هيكون بداية من النهاردة ولحد يوم الجمعة اللي جاية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.
أعلنت محافظة أسيوط أنه جاري رصف شوارع منطقة الشادر في حي غرب مدينة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحسين ورفع كفاءة الشوارع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات، وده في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المختلفة ليهم ضمن رؤية مصر 2030 اللي بيتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي. قلعة قايتباي في الإسكندرية شهدت تنفيذ أعمال الاستعدادات النهائية لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك، وقامت إدارة المنطقة الأثرية بتنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الأشجار والنخيل، وتم عمل صيانة لأحجار قلعة قايتباي. في محافظة شمال سيناء تم الإعلان عن تخصيص عدد من الأوتوبيسات من المحافظة بالمجان لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة، خاصة في وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش لمضمار نادي الهيجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، وده لمتابعة الاستعدادات لإقامة مهرجان الهيجن بعد أجازة عيد الفطر المبارك.